رجعلها الحزن من تاني، وبدأت رحلتها من جديد لاستعادة جسم جوزها أوزوريس زي ما عملت أول مرة. لكن الآلهة أصدرت أمر بأن أوزوريس هيتنقل للعالم الآخر، عالم الموتى، وهيكون حاكم عليه لحد ما يبعث مرة تانية. طيب ايه دخل قصة ايزيس واوزوريس بال 12 روسي اللي اختفوا مجموعة التابعين؟ هقول لك ببساطة انهم شايفين ان اوزوريس هو الاله بتاعهم، وعايزين يستعيدوا روح اوزوريس من تاني، يعني يعملوا نفس اللي عملته ايزيس. جماعة التابعين ذا فولورز جماعة سرية عندها ايمان بعودة اوزوريس للحياة مرة تانية في وقت وساعة وتاريخ معين، واللي هو كان نفس يوم 23 ابريل من سنة 1985. وقالوا كمان ان كان بيحصل اجتماعات بين ال 12 روسي في اوقات معينة في بيوتهم ويمارسوا اهلا بيكم، يا رب دايما تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب دايما على الخير والحب متجمعين. حلقتنا الليلة هي ملفات سرية بعنوان مشروع ايزيس، معكم احمد ربيع من قناة جنب من قلبك، وده الملف رقم 8 من الحلقات والملفات الماسونية. بس قبل ما نبدأ يا ريت متنساش اللايك والشير لانهم بيفرقوا كتير في انتشار الفيديو، ولو اول مرة تشوف القناة اعمل سبسكرايب وكمان فعل الجرس علشان كل قصة تجيلك اشعارات بيها من غير ما تدور عليها. وبس كده تعالوا بقى نشوف ايه الموضوع، جاهزين؟ يلا بينا. في سنة 1985 حصلت حاجة غريبة جدا وكشفت لنا عن مشروع سري كانت شغالة عليه روسيا، مشروع ايزيس الماسوني لاكتشاف غرفة المعرفة اللي موجودة داخل الهرم الأكبر خوفو. في الغرفة دي تحديدا الفراعنة أخفوا كل العلوم اللي توصلوا ليها من الكائنات نزلت من السماء، ادتهم علوم عظيمة جدا. الحكاية بدأت من عند فوق سياحي متكون من 12 سائح روسي كانوا خارجين من فندق هيلتون اللي موجود في الجيزة. خرجوا تحديدا في يوم 23 أبريل سنة 1985، خرجوا اتوبيس ووداهم للاهرامات كزياره عاديه. السياح دول انقطعت اخبارهم من يوم ما طلعوا من الفندق، اختفوا جوه الهرم الاكبر. وصلت بلاغات للشرطه المصريه من اهالي السياح الروس ان ابنائهم ما رجعوش من يوم ما راحوا الاهرامات. وقتها الموضوع عمل ضجه كبيره وتكون فريق تحقيق من الروس ومصر للبحث عن ال 12 سائح الروسي. أثناء عمليات البحث وصل معلومات للشرطة المصرية من أهل السياح وصرحوا فيه إن أولادهم ما كانوش رايحين الأهرامات لزيارة عادية. قالوا لهم إن أولادهم تابعين لمجموعة دينية تبع الماسونية اسمها The Followers أو التابعين. أكيد سمعت عن الأسطورة المشهورة جدا اللي كانوا بيؤمنوا بيها المصريين القدماء إيزيس وأوزوريس. خليني احكيها لك لو ما كنتش تعرفها او لو كنت سمعت عنها بس لسه مش عارف تفهمها زي الاغلبية لانها يعني معقدة حبتين. المصريين القدماء بيؤمنوا بحاجة اسمها التسوع المقدس، ودول تسع آلهة وعلى رأسهم جب رب الارض ونوت ربة السماء. الاثنين دول اتجوزوا بعض وخلفوا اربع ابناء توأم، ولدين وبنتين ايزيس واوزوريس وست ونيفتيس. ايزيس كان توأم نيفتيس وايزيس كان توأم ست. جيب جوز اوزوريس لايزيس وست لنفتيس. اوزوريس كان حاكم مصر لانه كان حد حكيم وعادل وبيمثل الخير، اما ست كان دايما بتاع مشاكل وبيحب التمرد، كان بيجسد ست الشر على الارض. المهم ان ست حقد على اخوه اوزوريس وقال ازاي يعني يبقى هو الحاكم وكل الشعب وراه بيحبه. فهنا
قرر انه يعمل مكيدة ويستولى منه على العرش باي طريقة ايا كانت ايه هي، حتى لو كانت نتيجتها قتله. وفي يوم دعا ست اخوه اوزوريس لحفل عشاء كبير، وكان وقتها محضر تابوت عظيم من الذهب الخالص. وقال ست للضيوف ان التابوت العظيم ده هيكون من نصيب اللي هيجي على مقاسه. كل واحد من اللي كانوا حاضرين حفل العشاء ده دخل جوه التابوت، لكن ما كانش بيجي على مقاسهم، لحد ما جه الدور على اوزوريس. فهنا ست دعا اخوه انه يدخل جوه التابوت، وبالفعل دخل وكان على مقاسه. في اللحظه دي ست قال لمساعديه انهم يقفلوا التابوت على اوزوريس ويرموه في النيل. وبعدها ست اخد حكم مصر من اخوه اوزوريس بعد ما انقلب عليه بمؤامرة التابوت. التابوت بقى نهر النيل اخده لحد ما وصل حتة اسمها جوبيل موجودة في لبنان. ايزيس بتعرف المكيدة اللي اتعملت على جوزها، فبتبدأ انها تلف وتدور عليه وهي حزينة جدا. كانت عايزة تنقذ زوجها علشان يستمر نسله على الارض. مشيت ورا التابوت لحد ما وصلت ليه. ايزيس رجعت ورجعت فعلا التابوت، ورجعت بيه على مصر. وهناك كانت اختها نفتس والاله انوبيس قام باعادة احياء اوزوريس بمعجزة وطقوس خاصة. وفعلا الروح دبت في جسم اوزوريس، وبعدها بدأت تحصل مضاجعة بينهم علشان تحمل منه في ولد، وده هيكون بعد كده حورس اللي هيحارب عمه ست ويسترجع حكم ابوه مرة تانية. بس ست عرف باللي حصل وقرر انه يقطع جسم اوزوريس حتت بالسيف ويوزع اجزاء جسمه في كل انحاء مصر. ايزيس رجع لها الحزن من تاني، وبدأت رحلتها من جديد لاستعادة جسم جوزها اوزوريس زي ما عملت اول مرة. لكن الالهة اصدرت امر بان اوزوريس هيتنقل للعالم الاخر، عالم الموتى، وهيكون حاكم عليه لحد ما يبعث مرة تانية. طيب ايه دخل قصة ايزيس واوزوريس بال 12 روسي اللي اختفوا مجموعة التابعين؟ هقولك ببساطة انهم شايفين ان اوزوريس هو الاله بتاعهم، وعايزين يستعيدوا روح اوزوريس من تاني، يعني يعملوا نفس اللي عملته ايزيس. جماعة التابعين The Followers جماعة سرية عندها ايمان بعودة اوزوريس للحياة مرة تانية في وقت وساعة وتاريخ معين، واللي هو كان نفس يوم 23 ابريل من سنة 1985. وقالوا كمان ان كان بيحصل اجتماعات بين ال 12 روسي في اوقات معينة في بيوتهم ويمارسوا طقوسهم. هدفهم كان بنفس هدف ايزيس، هو استعادة روح زوجها اوزوريس. يعني المجموعة دي عايزة تستعيد روح معبدهم اوزوريس. عمليات البحث وقفت بعد ما لقوا كاميرا قريبة من الاهرامات كانت تخص واحد من السياح اللي اختفوا، ومحدش عارف ايه اللي في الكاميرا غير بعد سنين تم تسريب الفيديو، وكان بيظهر فيه طقوس غريبة جدا. مجموعة سياح ظهر في الفيديو بيتمشوا ناحية الهرم الاكبر. بعدها الكاميرا بتتثبت على الهرم ويقعدوا على ركبهم ويمسكوا في ايد بعض كأنها صلاة خاصة هتحصل. وبالفعل تبدأ تباطيل غريبة تتقال، ومن بعدها يظهر فجأة نور غريب جدا يسطع على عدسة الكاميرا، ومن بعدها الفيلم يقطع. وده كان آخر مشهد ظهر للسياح، ومحدش عارف ايه اللي حصل بعد كده، ولا حد يعرف هم اختفوا وراحوا على فين. طيب فكرة التابعين او The Followers واعتقادها الغريب ده جه منين؟ خليني اقول لك انه الموضوع قديم جدا، وليه بدايه من ايام الاتحاد السوفيتي والحرب البارده اللي كانت بينه وبين امريكا. كل واحد فيهم كان عايز يسيطر، وكانوا الاثنين مهتمين انهم يوصلوا لتقنيات وتطور الاسلحه بتاعته.
روسيا فكرت في فكرة وقالت إننا ندور ورا الحضارات القديمة، وأكيد مع البحث هنقدر نوصل لعلوم تخلينا الأفضل بين كل الدول. وهم أصلا كانوا مهتمين بعلوم وراء الطبيعة. المهم انهم قالوا احنا هنبحث وراء الاقدم حضارة، وطبعا ما لقوش افضل من الحضارة الفرعونية اللي بيبحثوا وينقبوا فيها عن هدفهم. القصة بتقول ان الاستخبارات السوفيتية ارسلت في سنة 1961 بعثة لمصر، وكانت تحت اسم مشروع ايزيس، وكان الهدف منها انها تدرس امكانية استخدام تقنيات الحضارة المصرية القديمة في تطبيقات عسكرية عصرية. فكرة مشروع ايزيس ده بدأت لما وصلت للمخابرات الروسية معلومات بان في 2 مصريين من البدو لقوا مقبرة سرية في الجيزة. المقبرة دي كان فيها مومياوات او مومياء واحدة لكائن مجهول محدش كان عارف ايه هو. والاغرب ان بعد فترة من فتح البدو للمقبرة دي اتنقلوا للمستشفى بسبب ظهور اعراض غريبة لمرض مجهول. ومن وقتها تمت المخابرات السرية بالمقبرة دي، وبعتت لرئيس جمال عبد الناصر وللمخابرات المصرية بانها عايزة تيجي بفريق كامل من الباحثين علشان تدرس منطقة الاهرامات. وبالفعل تم التنسيق بين الاستخبارات المصرية والروسية، وجت البعثة للاهرامات بالفعل في سرية تامة وبعيد عن اعين الناس وبمعاونة من المخابرات المصرية. المشروع فضل سري سنين لحد ما طلع فيلم تسجيلي عرضته قناة اكسبريس البريطانية عن المشروع ده، وكان ضيف الفيلم الدكتور فيكتور ايفانوفيتش الدكتور فيكتور ايفانوفيتش مستشار علمي سابق للكرملية. الدكتور ده قال معلومات خطيرة جدا عن المشروع ده. اهم المعلومات اللي قالها انهم لقوا مقبرة سموها مقبرة الزائر، كان فيها 5 صناديق وكتابة هيروغليفية والصندوق كبير، وده اهمهم لانهم لقوا جواه كائن ضخم سموه الزائر. كان طوله حوالي 2 متر شبه البشر لكنه مش بشري. طوله الغريب اللي كان 2 متر خلاهم يتأكدوا انه مش مومياء لملك من ملوك الفراعنة، لان طول المسجل الفراعنة لم يتعدى طول ده. وقالوا كمان ان عمر المومياء 12,000 سنة، وكان مكتوب عبارة غريبة بالهيروغليفية انها مكرثة لعودة ذوي الاجنحة. ايه العبارة الغريبة دي ومين دول ذوي الاجنحة؟ كان في فيلم غريب بيظهر مجموعة بداخل غرفة وبيفتحوا صندوق اثري مقفول، والصندوق ده اول ما اتفتح خرج منه دخان غازي سام كثيف. الدخان ده اول ما خرج حصل هرج ومرض في الغرفة دي، لدرجة ان كل اللي كان داخلها خرج بسرعة وهو عمال يكح وماسك صدره. وبعدها ظهر كام واحد لابسين اقنعة على وشهم بتحميهم من الغازات السامة، كانوا بينظفوا الغرفة والتابوت من اي غازات سامة. وبعدها فجأة ظهر انهم بيشيلوا شخص من اعضاء الفريق كان واقع على الارض بسبب الغازات السامة. طيب احنا برضو ما فهمناش مين هو الزائر الغامض. القصة بترجع لحكاية قديمة جدا عن زيارة الالهة لمصر القديمة، وان الالهة دي ادت للحضارة المصرية علوم كتير، ومنها العلوم اللي بنوا بيها الاهرامات واغلب حضاراتهم. الالهة رجعت للسماء لكنها خلت اوزوريس عايش بين المصريين القدماء، وانه بنى غرفة سرية بتخليه يتنقل بين عالمنا وعالمهم. وداخل الغرفة دي اسمها غرفة وداخل الغرفة دي اخفى كل علوم الالهة. الغرفة دي اسمها غرفة المعرفة. طيب حد يعرف المومياء راحت على فين؟ لا المومياء اتاخدت ومحدش يعرف لها طريق. طيب حد يعرف فين اصل المقبرة دي ومكانها فين؟
برضه محدش يعرف المقبرة طريق، كل شيء مخفي لحد يومنا ده. بس المؤكد ان الحضارة المصرية لغز كبير، واهم لغز ان لحد الان محدش عارف اتبنت امتى وازاي واتبنت وليه. لغز هيفضل غامض ومش محلول لملايين السنين، والله اعلم. يمكن الايام الجاية تكشف لنا حقائق اكتر عن الاهرامات واسرارها. خلصت حلقتنا النهاردة، وهي ملف سري بعنوان مشروع ايزيس. ولو عجبتك حلقة النهاردة ياريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة ايزي حالا اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ياريت كمان الكل يشير الحلقة دي يا جماعة. عدلنا ملف النهاردة محمد مهنا، انا بحيي جدا عليه على المجهود اللي ابذله فيها، بحيي جدا على المجهود اللي بذله فيها. كان معكم احمد ربيع من قناة جنب قلبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.